السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما اتكلمنا في الدرس اللي فات عن السيرشنج في الباينر تري، بنتكلم في الدرس ده عن الانسيرشن. كان هنا في الشكل ده أما كان بيعمل مثلا انسيرت لعنصر معين، تعالوا نشوفه كان بيعمل ايه. وليكن مثلا هندخل عنصر زي ال 99، نشوفه هيعمل ايه. هيقارن 99 مع 30 ومع 94 ومع 98. يعني ممكن نكرر المقارنة دي، لو العنصر اكبر من امشي يمين، لو اكبر من امشي يمين، لو اقل من امشي شمال. طيب تعالوا نشوف الكود هنعملوها ازاي. عندنا دالة الانسيرت اهي. اول حاجة انا عندي الكي اللي عندي. يعني ايه الكي؟ الكي اللي انا هدخله في النود اللي عندي. يبقى اول حاجة اعمل اوبجكت، اعمل اوبجكت من النود. يبقى اعمل نود اكوال نيو نود. بعد كده ادخل في الكونستراكتور الكي. لو رحت للنود هلاقي ان انا هنا مش عامل كونستراكتور، فنعملها بالمرة. نقوله بابليك نود، او خلينا نخلوها تحت الاتريبيوتس. اعمل هنا كونستراكتور بابليك نود، واقول هياخد انت داتا، هتبقى هي ايه، تديها للي في الكلاس زيز دوت داتا ايكوال داتا بالشكل ده. يبقى انا اول حاجه اعملها اعمل النود اللي عندي. بعد كده اعمل بقى الايه، اللوب اللي عندي اللي هو بيعملها هنا، بيقارن كل عنصر بالعنصر اللي معايا اللي هو الكي. فاعمل هنا لوب اقول وايل مثلا وايل ترو. بص مادام شفت الشكل ده كده وايل ترو، يبقى اللوب ده هيتكسر جوه. اللوب ده هيتكسر جوه مادام ما شفت الشرط هنا، يبقى اللوب ده اكيد هيتكسر جوه. يا اما هيدي ايه، يا اما هيدي هيبقى فيه مشكله يعني في الكود، هيعمل اكسبشن. نعمله ايه في جوه اللوب ده؟ هنقارن النود اللي معايا بالعنصر اللي عندي. بس الاول هاخد النود اللي انا هبدا بيها دايما، فهقول نود current ايكوال النود، لان احنا قلنا النود هنبدا بيها في كل الالجوريزمز اللي عندنا بتبدا بالنود. وبالتالي بحطها في فاريبل جديد او ريفرنس جديد عشان خاطر امشي بيها، امشي بالكرنت ده والنود ما تتاثرش قيمتها. فبالتالي اقارن هنا بقى، اقارن قيمه الكرنت ده بالكي، او الكرنت لو الكي ده اكبر من كرنت دوت داتا، يبقى انا بمشي فين؟ بمشي يمين لان الكي اكبر. بقول كرنت ايكوال كرنت دوت رايت تشايلد، يا اما امشي فين؟ امشي شمال اقول كرنت ايكوال كرنت دوت ليفت تشايلد. طيب العمليه دي حتى تتم هتتكرر لحد خلاص. ما هو هنا ما بيعمل مثلا، هنا بدخل 99. ليه دخلها عند 98؟ لان ال 98 ما عندهاش عنصر على اليمين، ما عندهاش عنصر على اليمين. يعني اقدر اقول هنا لو الكرنت دي كانت ايكوال نل، يعني هو راح لليمين ولقاها بنل وادى قيمه النل دي للكرنت، يبقى ساعتها بقى ايه، ادخل العنصر هنا، ادخله هنا. ونفس الطريقه اقول ايه، لو الكرنت دي ايكوال نل، بالعنصر اللي على شماله بنل، يبقى في النقطة دي أدخل بقى الإيه؟ العنصر بتاعي. لأن العنصر بتاعي بيدخل دايما تحت هنا، ما ينفعش يدخل في النص، لأن ده مليان، يعني هو ما دام هي مليانة يبقى ينزل تحت. طيب، يبقى كنت عندنا بالشكل ده. طيب، في احتمال عندنا لو الشجرة أصلا ما فيهاش عناصر، لو التري ما فيهاش عناصر خالص، إيه اللي هيحصل؟ هيدخل واي هنا ويقارن الكارنت بالديتا،
هتساوي ايه؟ نال بوينتر اكسبشن، لان اصلا مفيش نود، النود بنال. فبالتالي اعمل احتماليه ان الايه؟ ان التري فاضيه، اللي هو الروت بنال يعني. لو الروت ايكوال ايكوال نال يبقى ساعتها ببساطه جدا الروت ده، الروت ده ايكوال النود. يا اما بقى الحاله الثانيه ان التري موجوده، فدي الحاله الثانيه بالنسبه لنا. ندخله بقى الكود اللي احنا عملناه ده في الايه؟ في الالس، من هنا كده لحد هنا. سوري، ادخل الكود ده في الالس عندي بالشكل ده. طيب لو الشجره فيها عناصر، التري فيها عناصر يعني، يبقى اعمل الكلام ده. طيب هنا اما ادخل بقى، انا لقيت الكرنت بنال، يعني المفروض ادخل العنصر هنا، ادخل العنصر هنا. عشان ادخله محتاج ايه؟ محتاج اعرف العنصر البيرنت، الاب بتاع العنصر اللي هدخله. يعني مثلا هنا اما ادخل ال 99 لازم يكون معاه ال 98 اللي هو الاب. طيب انا في الكود عندي هنا هجيب البيرنت منين؟ من الكرنت. طب ما الكرنت اصلا بنال، الكرنت مشت، يبقى انا محتاج العنصر اللي فوق الكرنت اللي هو البيرنت. فبالتالي ممكن اعمل هنا ريفرنس جديد او فاريبل جديد اسميه البيرنت، او النوت بيرنت ايكوال، وليكن هخليه في الاول ايكوال الايه؟ الروت. سوري، احنا هنا المفروض نعمل الكرنت ده ايكوال الروت، لان انا همشي حد من عنده، فبالتالي يبقى هو الروت بردك. تمام، لان الكرنت ده لازم ياخد الايه؟ الروت. حتى في السيرش عملناها بردك ايه؟ كرنت بيساوي روت، اهي نوت كرنت بيساوي الروت. فنفس الطريقه هنا بعملها بردك، بمشي من الكرنت ده، يبقى الكرنت ده هو الروت، والبيرنت بردك هو الروت. بس البيرنت بقى اما الكرنت دي تتنقل خطوه، البيرنت دي ياخد الخطوه بتاعت الكرنت، يعني الكرنت سابق البيرنت بخطوه. طب دي اعملها ازاي؟ اقول كل مره في اللوب، يعني الكلام ده خلاص يبقى البيرنت ده ياخد قيمه الكرنت، لان بعد كده لما يدخل هنا هلاقي قيمه الكرنت ايه؟ اتغيرت، هلاقي قيمه الكرنت اتغيرت. فبالتالي يبقى هو البيرنت ده هو الريفرنس بتاعي اللي هيخليني ادخل العنصر بتاعي. فهقول هنا خلاص يبقى البيرنت والله دوت رايت، رايت تشايلد بيساوي الكرنت، بيساوي سوري النيو نود، النيو نود نيو، عملنا نيو نود ولا عملناها نود؟ نود عملناها نود، يبقى هو يشاور بس عليها. وبقول نفس الكلام برضك، اقول ان البيرنت دوت ليفت تشايلد ايكوال النود. طيب احنا قلنا هنا ان الوايل هنا لوب، اللوب ده لازم يتكسر جوه، لازم يتكسر هنا يعني. طب هيتكسر فين؟ هيتكسر هنا في الحاله اللي انا خلصتها، اما الكرنت بيساوي نل، يبقى كده انا خلصت بقى ايه؟ الانسرشن. فبالتالي اعمل هنا ايه؟ بريك، او اعمل ريتيرن مش هتفرق. وهنا اعمل ايه؟ بريك بالطريقه دي. بالطريقه دي انا عملت داله الايه؟ داله الانسرشن، وكده ان شاء الله كامله. في فكره ثانيه ممكن تعملها او تزودها على الفكره دي، انك قبل ما تعمل انسرشن تبحث عن النود، هل هي موجوده ولا مش موجوده؟ لو موجوده يبقى ما ينفعش تعمل انسرشن، تعمل ريتيرن للداله. لو مش موجوده تعمل الخطوات دي. فدي فكره ممكن تضيفها هنا، وممكن انت تضيفها في داله المين من المين، بس الافضل ان انت تضيفها هنا، لان المين يعني بيفترض ان انت ما تحطش فيها اكواد كتير. فبالطريقه دي عملت داله الانسرشن. طبعا في طرق تانية ممكن تعمل بيها الانسرشن، يعني في زي ما تحب، بس دي انا شايفها طريقه سهله، سهله ان انت تفهمها، وهي سهله ما فيهاش مشاكل يعني. بعد كده تعالوا نجربوا الكلام ده. بس قبل ما نجرب، بس تعالوا نعدل داله السيرش، بدل ما اخليها نل دي تقيله خليها بوليان، يا ترو يا فولس. فاعدل النود دي اخليها ايه؟ اخليها بوليان، اظن هتبقى احسن يعني. ارجع هنا فولس وهنا ترو. التصميم ده في الاخر يرجع لك حسب احتياجك،
في الكود. يعني انت محتاجها فولس وترو اعملها فولس وترو، محتاجها نود اعملها نود. فالتصميم ده في الاخر حاجة ترجع لك. طيب تعالوا بقى نعمله مثلا انسرت بعض العناصر، وليكن باينري سيرش تري دوت انسرت، وليكن نقول له 3 باينري سيرش تري دوت انسرت الواحد باينري سيرش تري دوت انسرت الاثنين. تعالوا نبحثوا كده عن العناصر ونطبعه ترو او فولس. باينري سيرش تري دوت سيرش عن الواحد وعن وليكن مثلا سيرش عن المية مثلا، وبعد كده نبحثه عن باينري سيرش تري دوت سيرش عن التلاتة. يبقى المفترض يطلع ايه؟ يطلع ترو فولس ترو. نرن مين رن فعلا طلع ترو فولس ترو. فبالطريقه دي احنا عملنا داله الانسرشن، ولهنا ينتهي درسنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.